السلام عليكم. يعيشون في ولاية أركان جنوب غرب ميانمار على ساحل خليج البنغال قرب الحدود مع بنغلاديش، هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا. هذه الأقلية المسلمة التي تعاني التهميش والتهجير والتعذيب من قبل البوذيين، يتجاهل العالم العربي والإسلامي بل والعالم أجمع ما يحدث لهم. إنهم مسلمو الروهينجا، ومشاهدين في هذه الحلقة سوف نسلط الضوء على هذه الأقلية المسلمة التي تعاني من التهميش والتعذيب وأيضا التهجير القسري. نرحب مشاهدينا معنا في هذه التغطية الخاصة، معنا هنا في الاستوديو الشيخ عطا الله نور الأركاني، الأمين العام للتحالف الوطني الروهينجي وأيضا مدير قناة آر فيجن العربية والتي تتحدث عن هذه الأقلية المسلمة، وأيضا معنا عبر سكايب الأستاذ محمد أيمن الزيزي مدير موقع أحوال المسلمين، وأيضا معنا أيضا عبر سكايب الأستاذ قطب شاه محمد سعيد مواطن روهينجي تعرض للتعذيب وهو أيضا عضو مجلس علماء الروهينجا في دولة ماليزيا. قبل الحديث مشاهدينا مع الضيوف الأعزاء حول ما يحدث بالتحديد وما هو أصل ما يحدث للمسلمين هناك، نشاهد هذا الفيديو والذي يتحدث عما يحدث هناك للمسلمين. اغتصبوني واغتصب الجيش أيضا قريبتي وقتلوها، خسرت طفلي لدى محاولة المجيء إلى هذا المخيم. عندما كنا نحاول الهرب من الإبادة الجماعية ضربني الجيش، أتيت إلى هنا خوفا من الجيش تاركا كل ممتلكاتي، الآن لا أعلم أين هي عائلتي. مشاهدينا، بعد رؤية هذا الفيديو نتحدث بالتفصيل عن ما يحدث لمسلمي الروهينجا. أبدأ معك شيخ عطا الله، بداية يعني تعطينا نبذة تاريخية عن مسلمي الروهينجا. هم مسلمون يعيشون كأقلية في ميانمار، يعني كيف تصف لنا الحالة التاريخية لهؤلاء المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أولا أشكر لكم على هذه الاستضافة وعلى هذا التسليط للضوء على هذه القضية المنسية، وتشكرون على ذلك. وجراحات الأمة كثيرة، ولكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. مسلم الروهينجا هم أقلية، هم يعني أصلا قبل آلاف السنين استوطنوا منطقة تسمى أراكان، هذه قبل وجود بورما وميانمار. هؤلاء أصولهم تنحدر من بلاد الهند والمغول وبعض الأتراك وبعض العرب. هذا الخليط تكون منهم عرقية أو أقلية أو يعني مثل القبيلة، الحياة التي تعيش هناك، فأنشأوا فسموا نفسهم مسلمي الروهينجا، والتسمية لها أصل. عاشوا في مملكة كانت تسمى مملكة أراكان، وحكامها كانوا من المسلمين. في عام 1430 ميلادي أعلن حاكم أراكان بأن هذه المملكة مملكة إسلامية، وأن الحكم هنا حكم إسلامي. وهناك شواهد كثيرة من الآثار والمسكوكات الإسلامية وكتب التاريخ تثبت هذا، حتى كتب التاريخ الغربيين الرحال البرتغاليين يثبتون مثل هذه الأحداث والآثار قبل آلاف السنين. ثم جاءت بعدها دولة قريبة منها بجوارها في الشرق اسمها بورما. في عام 1784 احتلت بورما مملكة أراكان، اللي هي بورما نشأت بعد أراكان.
ومنذ الاحتلال بدأت الممارسات التضييق على المسلمين من رفع الأذان إلى آخره. وسبب الاحتلال أن المسلمين كانوا ينتشرون والإسلام كان ينتشر في المنطقة، والبورميون البوذيون كانوا يدخلون في الإسلام. فحاكم بورما آنذاك خاف على أن يتحول بلاده وبلده إلى بلد إسلامي، فاحتل مملكة أراكان وضمها إلى بورما، واعتبر أراكان ولاية من ولايات بورما. ثم بورما تحولت بعد فترة إلى ميانمار قبل ما يقرب 20 عاما. هؤلاء منذ أكثر من 235 عام اللي منذ احتلال بورما لأراكان يعيشون في اضطهاد، لكن هذه الاضطهادات زادت من عام 1942 عندما أقيمت مذبحة كبيرة جدا راح ضحيتها أكثر من 100,000 شخص. 1942 ميلادي، يعني بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. اتهم البوذيون أن مسلمي الروهينجا كانوا في صف بريطانيا، في صف الحلف البريطاني، بينما البورمان والبوذيين كانوا في صف اليابان. فهنا حصلت بينهم مناوشات، اعتدى البوذيون كلهم على قرى الروهينجا كما يحصل الآن، فقتلوا منهم عدد كبير، بعضهم يقدرون إلى أكثر من 100,000. وهناك بعض الصور التاريخية موجودة مثبتة في كتب التاريخ الروهينجي في عام 1900. عفوا سيد عطلة، هل هذا الصراع من الممكن أن نقول أنه تم تأسيسه على أساس ديني، ما يقوم به البوذيون على أساس ديني في التعامل والتعاطي مع مسلمي الروهينجا، أم هي أبعاد تاريخية أبعاد جيوسياسية؟ هي بدأت على أنه عداء ديني طائفي، لكن تحولت من عام 62، ونأتي الحديث هنا إذا سمح الوقت، تحول إلى عرقي أيضا. كيف هو ذلك؟ نأتي للحديث. في عام 48 حينما نالت بورما استقلالها، وبين قوسين عام 48 عام النكبة الفلسطينية، نفس العام التي تحولت القضية الروهنجية إلى مرحلة ثانية بعد الاحتلال المرحلة الأولى، ثم هنا تحول إلى منعطف آخر. حينما نالت بورما استقلالها من بريطانيا، أبعدت الحكام الموجودين، أبعدوا الروهنجيين عن صنع القرار، مثلما فعلت بريطانيا في كافة الدول التي احتلتها. صحيح، يعني تمام. صحيح، بريطانيا في جنوب شرق آسيا، في جنوب شرق آسيا ما خرجت من دولة إلا وأحدثت فيها فتنة كبيرة جدا كما حصلت في بورما إلى يومنا هذا. وحتى الآن يعني هذا سنأتي، الحاكم الجديد الآن أون سان سو شي هي من ربيبة بريطانيا. على كل، في عام 48 حينما نالت استقلالها بورما، أبعدت الروهينجا عن صنع القرار وعن المشاركة في الحكم. في عام 1962 حصل هناك انقلاب عسكري، انقلب الجيش على الحكم المدني، مما يعني بدأنا فصل ثالث جديد، منعطف ثالث، وهو هنا بداية الاضطهاد العرقي. هي بدأت طائفة دينية ثم تحولت إلى اضطهاد عرقي. بدأ حكام الجيش يسنون القوانين ويقولون هؤلاء دخلاء علينا، لا يشبهون في اللون ولا في الملامح ولا في الدين، يعني شبيه بما حدث في صربيا من تطهير عرقي للمسلمين. نعم صحيح صحيح، قال هؤلاء أشبه في السحنات والأشكال أشبه ما يكونون لسكان بنغلاديش الدولة الموجودة في غرب. طبعا وقتها 62 لم تنشأ دولة اسمها بنغلاديش، بنغلاديش أنشأت في 71، كانت باكستان الشرقية باكستان الغربية وبينهم الهند. فقالوا هؤلاء يشبهون المسلمين اللي موجودين غرب بلادنا، فبدأوا يؤصلون هذه الفكرة في أذهان الناس وفي أفهامهم وفي مناهجهم التعليمية وفي تاريخهم. حتى وصلنا عام 1982، هنا سن الجيش قانون حرمان الروهينجا من المواطنة. نعم، طيب نقف عند هذه النقطة التاريخية 1982، ونذهب للأستاذ محمد أيمن الزيزي مدير موقع أحوال المسلمين. سيد محمد، هذا ما حدث تاريخيا للمسلمين هناك، ما الذي يحدث الآن في عام 2016 للمسلمين هناك على أرض الواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خيرا على الاستضافة الكريمة.
وتطرق لهذا الموضوع إخوان الأركانيين الموجودين في بورما وما يتعرضون من مجازر، لا زالت يعني قيد السير إلى يومنا هذا حتى الساعة هذه. يتعرض المسلمون الآن يعني لا زالوا إلى حدود هذه الساعة يتعرضون إلى مجازر كبيرة ومروعة تستهدفهم، ليس كما عهدنا سابقا من طرف حركة 969، ولكن الآن من طرف الجيش يعني عيانا بيانا، إذ يقصف يعني القرى التي يسكن فيها المسلمين، يقصفهم بالمروحيات أو بالدبابات، ويعني يرسل إليهم مجموعة من الجنود كي يقتلونهم. ولا يعني حتى الأحداث التي يعيشونها هناك المسلمون ليست غريبة كثيرا عن الأحداث التي يعيشونها المسلمون مثلا في العراق، حيث أنه هناك خبر كنا نشرناه من قبل على أحوال المسلمين، هو اقتياد مجموعة من الجنود البورميين للنسوان النساء المسلمات إلى مناطق يعني غير معروفة، نعم، وقتل أزواجهن والرجال الشباب. طيب سيد محمد، نعم، أنا أعود لك فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية وتناول وسائل الإعلام ووكالات الأخبار لشؤون المسلمين، ولكن أذهب الآن للسيد قطب الشيخ محمد سعيد. هو مواطن روهينجي تعرض للتعذيب، وهو أيضا عضو مجلس علماء الروهينجا في ماليزيا. سيد قطب الشيخ، بداية، كمواطن تم تعذيبك من قبل الحكومة والبوذيين، ما هي أوجه التعذيب التي حدثت لك وتحدث حتى الآن للمسلمين هناك؟ السلام عليكم ورحمة الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حاليا منذ 9 أكتوبر، خاصة أنا أتكلم منذ 9 أكتوبر، هناك حدث حرق 9 قرى تماما، ليس فيها حي قائم، ثم قتل 200 شخص، قتل 200 شخص، ولدينا تفصيل عنهم، ولكن المقتولين قد يصل إلى 430. وهناك أيضا الاعتقال الجماعي، هناك آلاف من الناس قد اعتقلهم الجيش، ولا ندري عنهم أين هم وماذا يجري بهم، ولا يمكن يعني لنا أن نتواصل بهم ولا نتكلم عنهم مع الحكومة. وأيضا هناك أحداث الاغتصاب، ولدينا نحن في قناة أربيجي أكثر من 200 امرأة، نحن لدينا تفاصيل عنهم من أحداث الاغتصاب. وأيضا يعني التشريد قد وصل الآن حسب إحصائياتنا 35 ألف من جنوب مدينة، عفوا، من شمال مدينة ماندو قد شرد، وأيضا تقريبا 15 آلاف لجأوا إلى بنغلاديش. ويوجد أيضا يعني صلب ونهب بيوت المسلمين ونهب بيوتهم، وأيضا نهب ممتلكاتهم، وهذا لا يعد ولا يحصى. وأيضا حاليا الآن في المنطقة هذه المتضررة أكثر من 3 آلاف من الصغار قد تعرضوا لسوء التغذية، وقد يسبب الموت موتهم إن لم يكون هناك يعني معالجة طارئة. نعم، طيب. وهذا ما طيب سيد قطب الشيخ، سوف أعود لك فيما يحدث لمسلمي الروهينجا الآن، ولكن أذهب للسيد عطا الله. نحن وقفنا 1982 عما حدث لمسلمي الروهينجا، ولكن البعض يتهم مسلمي الروهينجا بأنهم كانوا يريدون أن يقوموا بعمل انفصال أو عمل انقلاب عسكري كما يقولون عن البلاد، وهذا الأمر أدى إلى زيادة العداء تجاه هؤلاء.
في عام 1982 سن الجيش الذي كان مسيطر على الحكم بالكامل قانون الجنسية المواطنة الجديدة، ونص القانون يقول أنه من دخل بورما بعد عام 1824 يعني بعد الاحتلال البريطاني فهو ليس مواطن. وهناك شواهد وإثباتات في مخطوطات قديمة في المتحف البريطاني في لندن والمتحف البرتغالي، وهناك كتاب كتبوا وألفوا كتب تثبت أن الروهينجا كانوا موجودين قبل هذا التاريخ. إذن وهناك أيضا من البورمان من علماء التاريخ من البورمان من العرقية البوذية من يثبتون أصالة الروهينجا في هذه المنطقة. إذن هم يكذبون الكذبة ويصدقونها ويروجونها للناس. في عام 1982 حينما سنوا هذا القانون أصبح الروهينجا في نظر الحكومة ليسوا مواطنين، مما يعني أن أبنائهم لا يدرسون في المدارس الحكومية ولا يعملون في الوظائف الحكومية، ومن كان يعمل فصل، والطلاب الذين يدرسون في الكتاتيب لا يقبلون في المدارس، لا يتعالجون في المستشفيات الحكومية، أصبحوا مثل اللاجئين أو المهاجرين غير شرعيين موجودين. رغم كم أنه يقدر عدد هؤلاء؟ عند احتلال بورما لمملكة أركان كانوا مسلمي الروهينجا فوق 8 ملايين، فوق 8 ملايين، لكن مع تناقص العدد وتهجيرهم أصبحوا الآن أقلية. كانوا في عام 48 عند نيل بورما استقلالها كانوا 80% في ولاية أركان في مملكة أركان، والبوذيين كانوا 20%. الآن انقلبت المعادلة، أصبحوا مسلمي روهينجا هم أقلية حتى في داخل ولاية. من المسؤول عن هذا التغيير الديموغرافي الكبير في التركيبة السكانية هناك؟ بلا شك الجيش يتحمل هذا الأمر. مما الشيء الذي ذكرته أن هناك محاولة انقلابية هذا غير صحيح، لم يثبت في أي كتاب أو أي مقالة أو أي تدوينة تاريخية أن مسلمي روهينجا كانوا يحاولون أن ينقلبوا على الحكم، إنما كانوا يحاولون أن يدافعوا عن أنفسهم بما يتطابق مع القوانين والمواثيق الدولية والمسموحة في كل الأعراف والقوانين. كانوا يريدون أن يدافعوا عن أنفسهم. حينما يأتي جيش أفراد من الجيش يريد أن يقتل زوجة شخص، لا يجب عليه أن يدافع، هذا واجب شرعي واجب قانوني، كل الأعراف الدولية تسمع له هذا الأمر بما يملك من أدوات سواء خشب أو حجر. فكانوا يحاولون أن يدافعوا عن أنفسهم في عام 91-92 إلى آخره، لكن هذه لا تحسب يعني قطرة في بحر الدماء التي أرهقتها الجيش البورمي. طيب شيخ عطالله، من 82 حتى متى بالتحديد كان هناك تأزم كبير بعد عدم الاعتراف بكم كمواطنون؟ احنا ذكرنا أن 82 الآن منعطف ثالث اللي هو الآن الحرب الطائفي العرقي عفوا الحرب العرقي. أصبح هؤلاء غير مرغوبين، منبوذين، هؤلاء مهاجرين غير شرعيين في نظر الحكومة، وأصبحت الخطط الآن تمنهج على أنه هؤلاء لازم يخرجوا من بلادنا ويرجعوا إلى الأماكن التي أتوا منها على حسب ادعاء الجيش البورمي. من 82 بدأ التخطيط الممنهج لإخلاء أركان. حصل هناك أكثر من 22 حالة تهجير وإبادة وقتل جماعي إلى يومنا هذا، وآخرها بدأت إرهاصات من 2012 واستمرت حتى الآن، و9 أكتوبر هذه أحداث جديدة. الإخوة اللي ذكروا الشيخ قطب شاه والأخ محمد كلها أمور صحيحة، هناك قصف بالطائرات، هناك أسر يعني آلاف الأسر شردوا من بيوتهم، قتلى يعني الآن نزوح جماعي أكثر من 10,000 في بنغلاديش. نعم طيب أستاذ قطب شاه، لماذا منذ عام 2012 بالتحديد يعني ظهرت أزمة مسلمي الروهينجا على السطح من جديد في بعض وسائل الإعلام العربية وأيضا العالمية حتى وإن ظهرت على استحياء، ولكن لماذا تأجج الصراع هناك؟ نعم أصلا هذه ليست قضية الـ 2012، بل هي قضية قديمة جدا منذ العقود 7 عقود، ولكن كان المرحلة فلذا هذه الأحداث قد سماهم المؤرخون وكلهم يعني الإبادة الممنهجة، فلذا كانت 2012 هي آخر مرحلة لإبادة هؤلاء يعني على الأقلية المسلمة الروهينجا.
ولماذا؟ لان منطقه اراكان هي يعني لها نحن لماذا هؤلاء يريدون القضاء على الوجود الاسلامي في هذه المنطقه؟ ان خاصه في 2012 كان هناك يعني تصادق بين قوى الدول مثل الهند والصين وامريكا، كان هناك سباق في هذه المنطقه، لان هذه المنطقه منطقه اراكان هي منطقه استراتيجيه جغرافيا، هي يعني مثل الحدود مثل الحدود بين العالم الاسلامي والعالم البوذي، وايضا هي يعني قد وقع في الحدود بين جنوب شرق اسيا وجنوب اسيا. وايضا يعني منطقه اراكان قد وقعت يعني جغرافيا على شواطئ بحر بنغال وايضا وبين السلسله الجبليه من هيمالايا، هذا اولا. وثانيا منطقه اراكان هي موارد يعني منطقه غنيه بالموارد الطبيعيه، فيها غازات، فيها احجار، وفيها يعني النفط وغيرها. طيب سيد عطا الله يعني عفوا سيد قطب شاه، في هذه النقطة بالتحديد يعني هل الحكومة الحالية كانت تعتمد على العداء الطائفي وما قامت بسنه من قوانين في الاعتداء على مسلمي الروهينجا، أم أن هناك أم أن هذا كان يحدث بغطاء دولي أيضا وتحت سمع وبصر المجتمع الدولي وبموافقة دولية يتم عمل هذه المجازر؟ اي نعم طبعا، ليس لا نتهم جميع الدول، ولكن مثلا مثل الصين خاصه والهند لديها يعني لديها يعني في يعني تدخل. نعم طيب، يبدو اننا فقدنا اتصال بي الأستاذ قطب شاه، وسنعاود الاتصال به. نذهب للسيد محمد أيمن. سيد محمد، لماذا يتجاهل وتتجاهل وسائل الأعلام العالمية ليس فقط في الماضي ولكن أيضا الآن ما يحدث لمسلمي الروهينجا، خاصة أننا نرى من يقومون بتسطير الأجندات العالمية في غرف الأخبار، ربما يسلطون الضوء مثلا على أقلية تعيش في جزء ما من العالم، في الصين مثلا، في التبت أو في غيرها من الأماكن، ويتجاهلون ما يحدث لمسلمي الروهينجا، رغم أن ما يحدث لهم يعد تطهير عرقي ومجازر حقيقية. السبب الكامل وراء هذا التجاهل هو أنه بالأول أن الضحايا مسلمون، فكونك مسلم في بلاد أغلبها يعني بوذي في نفاق عالمي و يعني بدون حواجز، فهذا يؤدي إلى أن يستهين أو تقل من قيمة الدم المسلم الهادر. فأصلا يعني ليس هناك موقع أو قدم ثقيلة للمسلمين في العالم، لذلك لا تستطيع أي دولة أن تجبر ميانمار على أن يعني تتراجع أو توقف هذه الهجمات، بل هي يعني طغت ودفعت بمروحيتها إلى الهجوم، فهذا هجوم يعني عيانا بيانا كما ذكرت من قبل. محمد، يعني بشكل واضح هل يعد هذا التجاهل الإعلامي هو تجاهل متعمد من قبل وسائل الإعلام العالمية والوكالات؟ لدينا مجموعة من الأوجه، لدينا تجاهل يعني عمدي من طرف هذه المؤسسات من جهة، من جهة ثانية لدينا تضييق وخرق تام من طرف يعني السلطات البورمية الميانمارية في هناك في أراكان، حيث أعدمت وقتلت مجموعة من الناشطين الذين حتى بعضهم كان يشتغل معنا في أحوال المسلمين، أعدمتهم فقط لأنهم يعني تورطوا في إخراج أو توصيل محاولة توصيل صوت المسلمين يعني الضعيف هناك في أراكان. في نعم يعني بمعنى سيد محمد نفهم بأن الحكومة هناك تمنع منعا باتا وصول وسائل الأعلام المحلية أو العالمية، أما أن نعم. أحد يستطيع الوصول إلى هناك؟ نعم نعم تماما بالضبط، فهذا أدى إلى مجازر كبيرة جدا بحق المسلمين الأركانيين، وأيضا أدى إلى يعني مقابر جماعية
يعني بالعشرات بالمسلمين هناك في مجموعة من القرى كما تفضل الأستاذ عطية الله، ومجموعة يعني هناك أيضا مجموعة من المعتقلين الذين لحد الآن يبقى العدد بخصوصهم مجهولا في خضم تسارع الأحداث وفي خضم تطور الأحداث الكارثي الآن الذي لا زالت تشهده المنطقة. طيب نعود للأستاذ قطبشة الذي عاد لنا. أستاذ قطبشة، كنت أسأل عن المجتمع الدولي ودور المجتمع الدولي في توفير الغطاء لكافة هذه الممارسات، ليس فقط من إسقاط الجنسية عن هؤلاء المواطنون، ولكن أيضا عن المجازر التي ارتكبها البوذيين تجاه هؤلاء. نعم، اصلا ليس هناك يعني محاولات من الدول الخارجيه يعني لوقف هذه الجرائم، يعني ليس هناك يعني تدخل يذكر او يحمد، لان كل الدول خاصه الدول الكبرى لديها مصلحه، كل واحد يجري وراء مصلحتها. الان كل واحد يريد يستثمر مع دوله بورما وايضا التجارات معها، فلذا يعني كائنا من كان في طريقهم هؤلاء يرسونهم ولا يريدونهم، فقد يريدون يعني مصالحهم، فلذا لا يوجد هناك يعني دور كبير من الدول الخارجيه مثل امريكا وغيرها، فقط ادانات واظهار قلق، هذه الاشياء فقط. نعم، طيب الشيخ عطالله، الحكومة سمحت لما تسمى بحركة 969، هم مجموعة من الرهبان البوذيين ويشتهرون بتقديم المبررات الأخلاقية، ولكن هؤلاء هم من يقومون بإبادة المسلمين وهم من يقومون بالتطهير العرقي هناك، كيف تسمح حكومة لمجموعة من المتطرفين وتحت غطاء ديني بممارسة تطهير عرقي وإبادة جماعية؟ طبعا مع انتشار الأعمال العدائية الكثيرة في الآونة الأخيرة، نشطت مجموعات احنا نسميها عصابات، بعضها كله يعني جميع هذه الأفراد العصابة كلهم من الرهبان، كما ذكرت منظمة ماباثل أو ما يسمى 969. نعم، هذه أذرعة أو ذراع من أذرعة حكومة الجيش البورمي في تنفيذ هذه الإبادات. يعني في السابق حين بدأت كانت الحكومة هي اللي تمارس، لكن الآن هناك أذرع كثيرة، هناك ممارسات تمارس من قبل العصابات. يعني الآن بورما انفتحت كثير على العالم، وهناك تسليط ضوء كبير على المنطقة هناك، على الإبادات التي تحصل هناك، ليست فقط على أقلية الروهينجا، هناك عرقيات كثيرة على حرب مع الجيش البورمي، حتى عرقيات بوذية. فلما جاء تسليط الضوء عليهم، أصبحت الحكومة الآن هي الحامية لهذه العصابات، والعصابات في الخلف هم اللي ينفذون خطط الجيش، منها منظمة ماباثا 969، وعصابات كثيرة بوذية يأتون في ظلام الليل ويحرقون البيوت ويقتلون الناس، ثم تأتي في الصباح الحكومة تبرر هذه الأفعال، بل تقتل المظلومين، يعني تقتلهم وتعتقلهم بحجة أن هناك جماعات مسلحة دخلت وهم هؤلاء المسلمين المستضعفين آووهم. يعني هذه مأساة عجيبة. أريد بس أشير إلى النقاط اللي ذكرها بعض الأخوة، على أنه لو كان هؤلاء المسلمين مسلمين الروهينجا هؤلاء لو كانوا في منطقة ثانية ولو كانوا غير مسلمين لهب العالم كله في الدفاع عنهم، كما حصل في دافور، كما حصل في مناطق كثيرة من العالم، حينما يعني عشر معشار ما تعرضوا كما يتعرض مسلمي الروهينجا. كيف يتعامل مثلا العالم مع ما يحدث في التبت مثلا للبوذيين هناك وتسليط الضوء عليهم؟ صحيح، بشكل كبير. ولكن شيخ عطالله، أنتم ونريد من المعدين أن يقومون بعرض خريطة تعرض بالتحديد أين يقع مسلمو الروهينجا بالتحديد في العالم، أنتم محاطون بعدد كبير، أنتم كافة جيران الروهينجا هم من الدول الإسلامية، سواء ما يتعلق ببنغلاديش أو ماليزيا أو إندونيسيا أو غيرها من الدول، لماذا ترفض هذه الدول استقبال من يفرون من القتل والتعذيب والتشريد؟
حقيقة جغرافيا بورما أو أراكان تحيط من ثلاثة جهات دول بوذية، تايلاند وبورما والهند في الشمال الهندوس، لكن الدولة الوحيدة الموجودة مجاورة لنا وبيننا وبينهم فاصل هي بدولة بنغلاديش. ماليزيا واندونيسيا وبورني هذه مناطق قريبة لكنها يعني ليست على تواصل الحدود، لا يوجد هناك عمق يعني جيولوجي بين بين جغرافي بين المنطقة. ولكن لماذا يرفضون؟ هم يعني ليس رفض تام، هناك في ماليزيا ما يقرب 100,000 من الروهنجيين يعيشون الآن، هناك في بنغلاديش ما يقرب من 500,000 يعيشون الآن. إلى متى؟ ونصف مليون؟ نصف مليون في بنغلاديش، وهناك في تايلاند ما يقرب 40,000 إلى 50,000، أنا لا أعرف الإحصائية بالتحديد ولكن هذا بالتقدير، حتى وصلوا إلى كشمير إلى الهند. إلى متى؟ إذا هؤلاء ظلوا يستقبلون هؤلاء الروهنجا كأننا ساعدنا الجيش في تحقيق خطتهم وهم إخلاء أراكان من الروهنجا. نحن نريد أن نوجد الأمان لهؤلاء في وطنهم في أراكان، ولا يعني صحيح عند الأزمات لابد أن نستقبل اللاجئين، خاصة اللي حصل في 2012 حينما خرجوا بقوارب صيد، قوارب خشبية فيها عشرات بل مئات من الناس، كثير منهم غرقوا وأكلتهم الأسماك في البحر. هؤلاء يؤمون، ولكن إذا فتح المجال على مصراعي ستخلو أراكان من الروهينجا، وهذا مراد الجيش البورمي. نعم، طب كيف نفهم ما يقوم به المجتمع الدولي خاصة عندما يقوم بإعطاء جائزة السلام للرئيسة الحالية وهي أونغ سان سوكي؟ كيف يقوم بإعطائها جائزة سلام؟ كيف حصلت هذه السيدة التي تمارس وتمارس التطهير العرقي والإبادة الجماعية على المسلمين، كيف تعطى جائزة سلام؟ هي حقيقة تحصلت على هذه الجائزة قبل أن تصبح رئيسة أو يعني حزبها يفوز في الانتخابات. هي كانت في المنفى وقتها وكانت تحت الإقامة الجبرية، وكان يعني منحت هذه الجائزة لأجل نضالها من أجل الديمقراطية في بورما. هذا أمر يعني هذا هو العنوان، هذا هو العنوان، ولكن هي وصلت سدة الحكم قريب جدا ما يقرب من عام. هي وصلت الآن تقريبا، هي ليست رئيسة وزراء وليست رئيسة دولة، ولكن هي المسيطرة على الحكم بأنه رئيسها حزبها هو الفائز. لكن الآن عار على جائزة نوبل أن لا تسحب هذه الجائزة منها، وهي سنة كاملة في عام كامل لم تعالج أي شيء في قضية الروهينجا ولم تتكلم. كيف تتعامل وتتعاطى مع هذه الأزمة؟ صحيح، هي الآن يعني وضعت نفسها ما بين المطرقة والسندان. هي الآن ما بين، هي تحت رحمة حكم الجيش وليس لها مطلق الحرية، هي لا تملك الصلاحية الكاملة. هي صوريا دخلت السلطة والمجتمع الغربي كلهم دفعوها دفع كامل حتى تصل إلى هذه المرحلة، ولكن هي لا تملك السيطرة. ولكن أقلها هي الآن تمسك حكومة، الآن لديها رئيس وزراء، لديها رئيس من حزبها، رئيس دولة بورما، وأيضا معظم الوزراء من، على الأقل هي تصدر تصاريح. هي أنشأت حقيقة قبل 3 أشهر أو 4 أشهر لجنة بقيادة كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة السابق. نعم، هذه اللجنة طبعا المشكلة أنه في هذه اللجنة أعضاء اللجنة أكثر من 10 أشخاص، لا يوجد شخص روهنجي من في هذه الانتخابات الماضية لم تؤثر على الوضع وتركيبة الحكم هناك، فبالتالي تؤثر على سياسة التعامل معكم؟ طبعا هي الآن مرت في عدة مراحل قبل ما تصل إلى سدة الحكم. كانت تقول أنا لا أملك حكم ولا أملك سلطة في البلاد، أنا يعني لا أملك شيء. بعد ما وصلت تغير نبرتها، أصبحت لا تتكلم عن قضية روح، حتى أنها في مقابلة مع مذيعة بريطانية مسلمة حينما انتهت من المقابلة قالت لمستشاريها لو كنت أعلم أن المذيعة مسلمة لما وافقت على إجرائي. مذيعة في قناة بي بي سي. نعم، في قناة بي بي سي، صحيح. فإذا هناك عداء، رغم أنه والدها أونسان، الجنرال أونسان هو زعيم الاستقلال في بورما، هو الجنرال الذي نال الاستقلال، كان يتعاطف كثير مع الروهينجا وكان هناك تواصل بينه وبين الروهنجيين. لكن ما حصل الآن هو تنفيذ لأجندة ممنهجة موجودة. هي ما كانت تصل إلى هذه المرحلة إلا بعد أن وقعت وقبلت بهذه الأمور. طيب أذهب لك سيد قطب شاه، يعني ما يتعلق بما يحدث هناك، نتساءل عن ردود الأفعال على صعيد الدول العربية والإسلامية. هل ترى بأن تعاطي هذه الدول أو تعاطي منظمة التعاون الإسلامي الآن مع ما يحدث من مأساة هو تعاطي مناسب
مع المأساة الحاصلة في على أرض الواقع؟ سيد قطب شاه، هل تسمعني؟ اي نعم نعم تفضل. اسالك عن تعاطي الدول العربية والإسلامية مع مأساة الروهينجا، هل تعاطي هذه الدول يتناسب مع ما يحدث من مآسي؟ عفوا ممكن السؤال؟ نعم، اسالك سيد قطب شاه عن ردود افعال الدول العربية والإسلامية مع مأساة مسلمي الروهينجا، هل ردود الأفعال مناسبة لردة الفعل التي تقوم بها الحكومة تجاه المسلمين؟ أي نعم، ردود الأفعال التي نجدها من الدول الإسلامية وأيضا الدول العربية أو المؤسسات الإسلامية هي ردود غير كافية، وأيضا يعني لا نتوقع منهم كثيرا لأن كل دولة إسلامية وكل المجتمعات الإسلامية هي مشغولة بأنفسهم، ولكن ردود الافعال التي نحن نتلقاها هي غير كافيه، لان اكثر ما يقومون به هي مظاهرات واصدار بيانات وايضا اظهار الفارق وايضا ادانه الامور هذه، وهذه الاشياء غير كافيه لوقف ما يجري ضد هؤلاء المسلمين. نعم. نعم طيب، شكرا جزيلا لك سيد قطب شاه. لو ذهبنا الى الاستاذ محمد امين، سيد محمد ايمن. سيد محمد، ردود افعال المجتمع الدولي بعيدا عن الدول العربيه والاسلاميه، المجتمع الدولي، هل ترى بان المجتمع الدولي يتعامل بشكل سليم؟ لماذا لا يقوم المجتمع الدولي على سبيل المثال بالقيام وامر قوات حفظ السلام بالذهاب الى هناك حتى يقوم بتخفيف حدة الصراع ووطأة التعذيب والتهجير القسري الذي يحدث للمسلمين هناك؟ بداية أود أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي يعني قليلا ما تثار في الإعلام، هو أن بورما ميانمار لديها مجموعة من الحركات المسلحة في بلادها، وهي لحد الآن يعني مثلا أعطيك على سبيل المثال حركة كاشين التي تنادي أيضا هي بالاستقلال القريبة من الصين في الحدود الصينية بين الصين وبورما. فبورما حاليا تواجه يعني الجيش البورمي يواجه مجموعة من الهجمات المرتدة سواء مع هذه الحركات التي تنادي بالانفصال أو سواء عن يعني من الصين بعد المناوشات. فهذا الموضوع يحيل بنا الى السؤال الذي طرحتموه، وهو لماذا لا يتدخل يعني الامم المتحده؟ عدم تدخلها ناتج عن انه هذا التغيير وهذا يعني المؤسسات المسلحه، ف يعني يتخوف هذا مجلس الامن من ان يكون يعني تبعاته تؤدي إلى تسلح أكثر لهذه المجموعات الإنفصالية أو اختلال توازن ما بين الاجتماع المسلح المجموعات يعني المسلحة والجيش البورمي من جهة ثانية، وهو أنه ليس هناك في بورما ممثلين مسلمين الذين يحدون على الأقل بالسلم، فنجد يعني على الأقل بالأمان، فنجد أغلبية المسلمين حتى كل المسلمين هناك يقتلون ويهجرون، ليس لديهم أي أحد ناطق باسمهم، أكثريته أو أغلبية الناس الذين ينطقون باسمهم أو يتكلمون أو يدافعون عن قضيتهم موجودون خارج بورما، لذلك حتى إن وجد فيعني حتى إذا هرعت الأمم المتحدة لنجاتهم أو يعني الدفاع عنهم هناك وتكوين مناطق آمنة خالية من المواجهات، فهذه المناطق الآمنة ستكون يعني أمنها سيكون مهتري أمام هذه المجموعات المسلحة وأمام هذا الجيش البورمي. نعم، طيب الشيخ عبد الله، هل تتفق مع ما ذكره محمد بأن المجتمع الدولي يقوم بترك الساحة حتى ينتصر الأقوى كما هو حال الغابة؟ هو يعني معروف أن المجتمع الغربي لا يعمل إلا وفق مصالحه، الآن مصالح الغرب مع الحكومة الحالية والجيش،
لأنه الآن بعد فوز الحزب حزب NLD اللي هي بقيادة أون سان سو شي هم تمكنوا أكثر سواء كان فيما يتعلق بالاستثمار بالخيرات كما ذكر أشار الأخ قطب وأيضا في المنطقة الجيوستراتيجية لأنه منطقة حساسة لا يوجد للغرب أي نفوذ هناك الآن وجدوا لهم موطئ قدم لكن أنا يعني لا أعول عليهم كثيرا